Hello. Think there's a couple of people here. مش عارفة لو سامعيني كويس. Oh, cool. More people. There we go. Starting to see the comments. Again, أنا مش شاطرة قوي في اللايف سامحوني هنج شوية بس في الأول وبعدين الدنيا هتمشي تمام. مساء الخير. هاي دينا، هاي عمر، هاي جاد. It's very cool to be here. مرسي قوي يا جماعة والله على الفرصة اللذيذة دي. I'm excited. More people. استنى دقيقتين كده. عاملين ايه يا جماعة؟ How is everyone doing? Thank you for taking the time يعني ان انتوا تيجوا تسمعوا. I hope it's useful. احنا يعني ما عندناش وقت كتير قوي مع ان الموضوع ممكن نقعد نلغي فيه بالساعات، بس يعني هحاول ان احنا نجاوب على as much of the questions as possible. I hope ان انتوا عندكم اسئلة كتير قوي عشان بفضل ان الموضوع يمشي interactive. عبين ما بقيت الناس تتجمع ممكن برضو أحكي لكم شوية a little bit about me. أنا اسمي مي أبوظة. I'm the founder, co-founder and CEO of Publicist Inc., which is a PR firm. And I started my PR career من 2002, working a lot with the tech and telecom sector في الأول. وبعد كده في ان جولف، وبعد كده ركزت يعني دخلت بقى في مجالات مختلفة كتير، government, healthcare, entertainment, a lot of diverse sectors, and then moved to Egypt later on, and Publicist Inc. ابتدت في 2011. من 2013، من ساعة ما بقينا the PR partner للرايز اب summit, at the annual Rise Up Summit, واحنا we got exposed to this amazing and wonderful ecosystem. ومن خلال الكام سنة دول لغاية النهاردة اتعلمنا actually حاجات كتيرة جدا. بنطبق ازاي everything that we do for large corporates and PR to startups، وازاي نقدر نفاين تيون الoffering او ازاي نساعد الstartups to leverage من خدمات الـ PR consultants even though they may not have the same ability to invest in that kind of consultancy work. ودي حاجة احنا بنشتغل فيها بقالنا سنين وتعلمنا فيها كتير قوي. So we get a lot of questions دايما من startups. بنشوف أسئلة كتير قوي زي مثلا هو انتوا اصلا بتعملوا ايه؟ طب انتوا كـ PR agency اصلا تقدروا تساعدوني ازاي؟ عايزة أقول لكم على حاجة مهمة قوي في موضوع الـ corporate communications ده والـ strategic PR عامة. إحنا دايماً كـ Publicist Inc. we're always pushing إن الـ PR ده ما يبقاش function من الـ marketing، لأن it's much more strategic than that. هو له علاقة بالـ image and the reputation بتاعت الشركة، بتاعت الـ brand على المدى الطويل. Therefore, it's something that needs to be decision making بتاعها محتاج يبقى at a very high level، والinvolvement بتاعها محتاج يبقى at a very high level في الorganization. الميزة في الstartups ان ده already بيحصل by default، لان كstartup ما عندوش the ability دايما ان هو يبقى عنده a communications department. فبالتالي the founders or the co-founders are دايما involved جدا في الحتة دي، which is great. ليه؟ لأن احنا كـ PR عشان يحصل impact قوي لازم أكون دايماً بقول المسج المظبوطة المبنية على facts ومبنية على values بتاعت البراند ومبنية على اللي أنا عارف إن الستيك هولدرز بتوعي عايزين يسمعوا.
So, مثلا when we get asked into ك PR agency بتعملوا إيه, I'll try to simplify it as much as possible. إحنا بنساعد أي شركة أو جهة إن هي توصل أو تكرافت الأول المسجز اللي هي عايزة تقولها للأودينسز المختلفة بتاعتها, وبنحدد the right tools to implement the communication strategy دي. فده ده الملخص. ده بقى بيتعمل إزاي, في tools مختلفة كتير قوي. Whether it's about media exposure, إزاي أظهر إعلامياً, how to be media trained عشان أعرف أظهر في الإعلام, إيه المسجز بتاعتي, يعني إيه إن أنا أعرف المسجز بتاعتي. ده معناه إن أنا مثلاً تحديد المسجز دي حاجة مهمة قوي. ليه؟ لأن أنا as a startup you might have so many things to say, بس اللي انت محتاج تقوله النهاردة او اللي هيتسمع ويتفهم او الاودينس بتاعك actually هيستوعبه حاجة واحدة من 10 حاجات. So, بس دايما بيبقى startups عندهم حماس ان هم يطلعوا يقولوا كل حاجة and tell the whole story من الاول خالص, which is nice, بس مش في كل context. So it's important ان انا distill my messages وابقى عارف أنا بقول إيه لمين وإمتى. And this is دي من الحاجات اللي الناس دايماً face difficulty فيها. And it's not easy على فكرة. It takes a lot of training and practice إن الواحد يبقى عارف يختار الحاجة اللي هو عايز يقولها ويقولها في الوقت المناسب للناس المناسبة. وأنا كمان يا مايكل بحب رايز أب قوي. بس على فكرة أنا مستنية أسئلة, so please send your questions, بس I'm gonna keep going بال FAQs أو الحاجات اللي إحنا بنشوفها من الستارتابس أكتر الوقت لغاية ما إيه تبتدوا تبعتولي أسئلتكم. فكنا بنقول على المسجنج, إزاي إن أنت تقدر تعمل مسجنج مظبوط للأودينس بتاعك. في سؤال متعلق بالتوقيت, بالتايمينج, إمتى؟ أنا إمتى أعمل PR؟ إمتى أطلع وأتكلم عن شركتي؟ أو إمتى when is the right time for me to run a PR campaign؟ طيب, having a PR strategy دي حاجة English or Arabic زي ما أنتوا عايزين. I'm good with both. في حاجة مهمة قوي. I lost my trail of thought for a second. كنت بقول على PR. Yes, okay. امتى اقدر اعمل PR campaign؟ PR strategy دي حاجة معايا, موجودة معايا اساسية. I have a business strategy, a product strategy, a go-to-market strategy, and I have a PR strategy. دي حاجة لازم تبقى عندي حتى لو في الدرج, because it outlines what is my communication strategy في اي وقت. It's a baseline. خلاص, what is my communications guidelines كشركة. A PR campaign ده حسب التوقيت. عندك launch, you're raising funds, or you're closing a deal. عندك محتاج customer acquisition, محتاج partner, محتاج employees, محتاج to attract مثلا employees من corporate sector. There are a lot of timings واحتياجات مختلفة هي اللي بتحدد تعمل exposure لنفسك امتى. وساعات الobjective بتاعي على فكرة ممكن ما يكونش الحل بتاعه a PR campaign. Excuse me. ممكن يكون الحل لا, ان انت محتاج دلوقتي تعمل pure play marketing, محتاج تدخل تعمل digital marketing. It depends على ايه هو الاحتياج. طيب, في سؤال, ازاي نوصل لcontact لبعض الناس في الشركات او في اي حد related to the business. بصي يا ياسمينة, الموضوع الكونتاكتس ده يعني زي اجاوبك عليه. بصي, الكونتاكتس دي حاجة بتتبني over time, هي ملهاش magic snap your fingers, يعني مفيش طريقة سحرية ممكن الواحد يقدر يوصل بيها. بس يعني شوفي, there's always a way ان انت توصلي لحد, وفي الاخر لو الحاجة اللي انت عايزة تقوليها مهمة بالنسبة للشخص ده هيسمعك. ف whether you're reaching out عن طريق LinkedIn أو عن طريق
تويتر or عن طريق حد يعرف حد يعرف حد. That's basically how you do it. الشطارة مش في ان انا اجيب نمرة تليفون، لان ممكن اجيب نمرة اعرف اوصل لنمرة تليفون اي حد بس يرد عليا. يعني احنا كتير قوي بتحصل ان انا الناس بتقول انا جبت رقم فلان، بس فلان لو شخص مهم قوي ممكن ما تردش او ما يردش عليا عشان ما يعرفنيش. فديفنتلي بتحتاج انترودكشن. Again, it all depends انا عايزه اقول ايه. فهي مش دايما الفكره، مش فكره انا اجيب الكونتاكت بتاع حد ازاي، هي انا عايزه اقول له ايه وهل هو فعلا مهتم بالحاجه اللي انا عايزه اسمعها ولا لا. فطبعا why startups PR برضو is different. Yes, I agree with you يا داليا. ليه الموضوع مختلف في الستارتابس عن PR for corporates in general؟ It's because they have less to invest in this and they need محتاجين الريتيرن بسرعة. ومحتاجين يشوفوا حاجة concrete بتحصل. وده بيحصل فعلا with a lot of startups that we've worked with. احنا مثلا ك PR agencies بيشتغلوا on a retained basis، يعني عقد سنوي. دي investment كبيرة قوي بالنسبة لأي startup. فابتدينا نشتغل على projects صغيرة تلبي احتياجاتهم in the short term. And how to tweak it. I'll give you a very recent example. مثلا احنا النهاردة لسه مطلعين خبر لأدما زيد which is a data-based startup that works في حتة الoutdoor advertising. They analyze data from billboards عشان يقدروا يحددوا locations بتاعت the best locations and the best insights للout-of-home advertising. النهاردة فالمحتوى الأساسي بتاع البرس ريليس ده جاي من الداتا بتاعة أدما زيد. سو احنا ما اخترعناهوش، بس how to package it and how to frame it and how to time it، وازاي نقدر نبيتش ات لمين الأول بحيث ان هو أول، يعني مش لازم اديه لكل الناس مرة واحدة. ف I have to be selective with my media. مين أكتر publications هتهتم بحاجة زي كده؟ ال publications المتخصصة. فبالتالي عندي حاجة زي campaign middle east اللي هي بتكتب في مجال ال advertising and والميديا. They were very interested. وديناهولهم هم الأول. And then we gave it to enterprise عشان ينزل النهاردة. And then we distributed the press release ل broader media. فبالتالي coverage كان أقوى وكان على مدار يومين. بس في الآخر ال content جاي منهم. So it's very important in startups to be aware. And كتير قوي we get asked by startups that they want to be in the top tech and entrepreneurship publications في العالم. So فبيطلب من يعني we talk to startups who want to be in TechCrunch, who want to be in the Financial Times and the Wall Street Journal and even the New York Times. الموضوع ده مش سهل، مش مستحيل، بس هو مش سهل خالص. وممكن نقعد، يعني ممكن يبقى في قاعدة تانية ثلاث ساعات نتكلم في ليه واللاندسكيب والحاجات دي كلها. بس المهم المهم يتعرف هو اللي انا شايفه excuse me كفاوندر خبر جامد جدا ومهم قوي ان كل الناس تعرفه is not what the journalist sees. وفي نفس الوقت what the journalists see، لو احنا بنتكلم على الميديا اكسبوجر في الاساس، لان دي اكتر الحاجات اللي بتطلب مننا، اللي الصحفيين بيشوفوه مهم والpublications بتاعتهم بيختلف من اصدار لاصدار، من موقع لموقع، من بلد لبلد، ومن ثقافة لثقافة. فهو موضوع ان انا ابقى featured في الجلوبال publications ده it's very important ان انتوا تدوله وقته. بيحصل we've done it before بس بياخد وقت. بعض الارتكلز في ارتكل انا متذكرة كانت عن startup اخدت 6 شهور in the making، 6 شهور عشان تطلع. فبس طلعت and it was الامباكت بتاعها كان قوي جدا. ف it's not impossible بس الافورت اللي بيتعمل فيه جامد جدا، فلازم تكون الحاجة مستاهلة. And it's very important ان انتوا تبقوا عارفين not to تحرقوا كل حاجة مرة واحدة زي ما كنا بنقول في الاول.
I'd love to get some more questions. في سؤال هنا, what's the most interesting project you've worked on since 2013 or since you started working with startups? طيب, لا في كتير, بس يعني one of the favorite companies we love working with, Homacarm Solar. We love working with them عشان we have a, they have a purpose and they have great stories to tell. And اللي متابع كارم سولر بيشوف اخبارهم كل فتره بتطلع لما بيبقى في حاجه قويه تتقال, مش شغالين طول الوقت aggressively, ولكن they're very strategic, بحيث ان لما يبقى في حاجه مهمه في توقيت معين بهدف معين بتطلع, and they understand this at a very high level. فدول يعني دي من الشركات اللي فعلا we enjoy working with recurrently. How do you think having a PR strategy can help in increasing a company's valuation? That's a good question. Exposure in and of itself, أنا مش حافتي في الفالويشن عشان دي مش حتتي, بس exposure in and of itself can have positive return on a company's reputation if it's done right and if it's done strategically. والموضوع بيختلف برضو from stage to stage. If you're in a very early stage, ممكن تكون مش صحة خالص ان انت كشركة تظهر دلوقتي وتركز في getting your offering validated و getting your product bugs sorted where operations in place قبل ما نطلع نتكلم. ممكن مش دايما صح ان كل الناس تتكلم على الشركة في الوقت اللي that is not right. But when you're ready, theoretically, I think yes, it can help with the valuation, because it helps, because brand reputation has equity. ودي ليها قيمة. لما أنا كحد بيعمل due diligence على شركة أو بيقرأ عنها أو أول مرة يسمع عنها وعايز يشوفها, and I, you know, you look them up and you read credible sources, بتكلم عليهم إزاي over time consistently. أكيد دي بتفرق في الأكويتي بتاع الشركة financially, مش بس في الـ في البراند أكويتي as well. ياسمينة, بصي, there is an etiquette in trying to get contacts, بس هو ده يعني ده موضوع تاني. I'm more than happy for you to get my contacts when اتكلم عليه separately, بس موضوع strategic communications مختلف شوية عن ازاي اوصل لحد او ازاي اقدر اعمل business development او networking وكده. Publicity. What's my take on publicity stunts? والله أنا ما عنديش إجابة أبيض وأسود صراحة. ما عنديش إجابات أبيض وأسود. It all depends. في حاجات بتبقى حلوة قوي. وفي حاجات بتبقى stunts that are very very smart and last long. وفي حاجات بتفرقع وتموت وممكن اصلا ما تفتكرش مين اللي عملها, بس تبقى فاكر الستانت بس ما تبقاش فاكر البراند اللي عملها. فطبعا that's a total fail. Stunts are good if they're used right, وما هياش فلوس في الارض, because sometimes they're expensive to implement, بس حسب يعني انت بتعمل ستانت لايه. How do I know that the company is ready for PR? لما تبقى محتاج, it depends on your objective. ما أنا كنت بقول من شوية إنه أنا عندي PR, عندي objectives, business objectives معينة, سواء كانت customer acquisition أو driving uptake of my product or downloads of my app أو service بتاعي. لو أنا كل حاجة عندي تمام بس محتاجة تعرف ومحتاجة تعرف ويبقى عندي credible news out there بتتكلم عليا, مش because sometimes honestly PR is not the best tool for customer acquisition all the time, كmedia exposure, لأن الmedia exposure مش شرط يجيب لك traction في customer acquisition. أنت محتاج أعداد and you need to work on your digital marketing if you're talking about acquisition. إيه أفضل campaign نبتدي بيها في حالة أننا لسه في البداية عملنا بلاتفورم وفي مرحلة الانطلاق for the public, وعملنا إيه؟ مع العلم إننا نزلنا وتواصلنا مع العملاء وعملنا update للبلاتفورمز بتاعتنا. أوكي. أحمد, أنا مش عارفة الـ service بتاعكو إيه or product,
بس انا كنت بقول برضو من شويه الفاليديشن فاليديشن فاليديشن. لو your product is as good as your customers say it is, فهل في usage وهل في حاجه حصلت تؤدي انه الناس فعلا محتاجة البرودكت أو السيرفيس ده and they're using it, are you filling a need, are you filling a need فعلا؟ ساعتها ممكن نبتدي نشوف الدنيا مش بتpick up ليه و what messages you need to deliver. PR strategy module, Yasmina, I can share a PR strategy module, بس هو it's not a module as much as it is an approach. هو طريقة تفكير. أنا عايز أقول إيه وأقوله لمين عشان أنا عايز منه إيه وهو يسمعني ليه. So this is the last question. دي آخر سؤال, ده مهم جدا. ليه ده الشخص ده ممكن يسمع أنا بقول إيه؟ What am I offering them? What problem am I solving for them? وهقول له ده ازاي وفين. ف it's very important ان انتوا تبقوا عارفين الرسائل اللي انتوا عايزين توصلوها, and to think long term. المسجز دي مهمه قوي. دايما بيبقى عندك ستيك هولدرز مختلفه ومش بتخاطبهم بنفس الطريقه. فانا ممكن ابقى عندي عايز اكلم كاستمرز, عايز اكلم بارتنرز, عايز اكلم الكوربريت سيكتور مثلا. لو انا عندي بي تو بي سوليوشنز, if I'm offering something B2B, you need to further segment your audience as much as possible. واحنا بنعمل ده من باكسرسايز كده through a workshop اسمه a messaging development exercise. And we do this for startups, يعني we do it for corporates, بس بيبقى very يعني بيبقى ساعات على يومين و very detailed وبياخد وقت طويل قوي and very intense. بس we do have a much a more concise, يعني حاجة مصغرة, version مصغرة كده منه that we do with startups to help you reach your messages and تبقوا عارفين تقريبا. يبقى في blueprint كده بالأساسيات ال communications بتاعتك كشركة, of the stakeholders and the different messages that you want to communicate. It's very important. And then دايما تحاولوا تطلعوا برا فكرة ان انا عايز كل الناس تتكلم على البرودكت بتاعي, غير مثلا getting featured. يعني we get a lot of requests to be featured في TechCrunch و Wall Street Journal. وعلى المستوى المحلي برضو في شركات كتير بتيجي تقول احنا عايزين نطلع مع برامج التوك شوز الكبيرة قوي في مصر ويتكلموا على البرودكت بتاعنا والسيرفيس بتاعتنا. There are a lot of reasons يعني why this cannot happen, but there are also a lot of reasons why it could. فدي ليها يعني اسلوب وطريقه واسباب بتخلي الحاجه تفرقع زي ما الناس بتقول والناس تتكلم عليها. بس هي ما بتبقاش 90% من الوقت, you need to understand ان هي ما بتبقاش فرقعه على الفاضي, انه في الاخر بيبقى فعلا في حاجه مفيده وفي مسج هتوصل وفي تراكشن from this company or from this startup or from this service. How long does it take ان انا لو عندي a PR strategy اشوف ال return بتاعها مثلا؟ ده برضو سؤال بيتسأل كتير قوي. Public relations او communications, strategic communications, احنا دايما بنحاول نقول ان هو it's about winning hearts and minds. It's not about acquiring clicks, shares, eyeballs النهاردة. It's about winning hearts and minds لبكرة وبعده والسنة الجاية. It is a long-term process. It's a long-term strategy. ما هيش حاجة بتحصل في يوم وليلة. Building a reputation ما بتحصلش في يوم وليلة, although destroying it could. But this is something that you need to think about للمستقبل. When I think about my communications, في حاجات ممكن تبقى quick wins. I raised مثلا a six-figure investment وعايز طلع الخبر. Yeah, that's a news piece. ماشي, فده this is news communications. That's a very different story. Or not very different, بس يعني جزء واحد من الموضوع المنظومة كلها. بس
لما ما عنديش خبر زي investment أو حاجة that is newsworthy, ما فيهاش أرقام, ما فيهاش data, ما فيهاش statistics, يبقى my communications والbenefits اللي أنا بقدمها للstakeholders بتاعتي محتاجة أشوف إزاي أقدر communicate it over time through much more strategic planning. طارق نصر, مساء الفل, ازيك؟ لقيتني لايف, قلت مسي لايف, مسي عليك. يعني موضوع ان الناس اللي عايزه تبقى في الانترناشنال ميديا وكده, يعني again it's not impossible, it's just يعني barely possible لاسباب كتيره جدا, ومعظمها مش اسباب تخص الستارت اب نفسها او اسباب تخص يعني هو مش عيب في الشركه ولا عيب في الفاليو في البرودكت اللي هي بتقدمه, بس النيوز ميديا have their own objectives and goals, فبرضو دي حاجه مهمه قوي ان الواحد يبقى فاهمها وهو بيبيتش لاي صحفي او بيتكلم اي publication for their media exposure. So that's it. How do you start a career in PR? Drop me your CV. نشوف موضوع الانترنشيبس ده بس بعد اللوكداون يا عمر. We love doing internships لما بنقدر, بس مش عارفة دلوقتي يعني remote internship مش تبقى أحلى حاجة في الدنيا يعني, بس we can try. I'm not getting any more questions. ممكن أستناكوا شوية كده لأشوف لو في أسئلة تانية. Before we start to wrap up and summarize, حد عنده أي أسئلة تانية؟ Okay, if I'm gonna wrap up, أهم من يعني أهم حاجة I hope إن أنتوا تكونوا استفدتوا منها النهاردة هي is communications or strategic communications is a long term adventure مش حاجه بتحصل في يوم وليله. It's about winning hearts and minds. How do you build a strategy to stay in the news long term, not just one off? Great question. احنا برضو بنشتغل كتير قوي على content strategies, content pipelines, لأن لما بنعمل المسجنج جايد ده بيدينا تولز كتير قوي وأفكار كتير قوي الأودينسز عايزة تسمع إيه, فبنبتدي بنبني content strategy زي ما بيتعمل content plans مثلا للسوشيال ميديا, بتعملوا content plans for social platforms, you can create content plans for news media and to be featured, بس based على staying relevant. أهم حاجة أن الواحد يبقى relevant للي بيحصل. مش هينفع أتكلم عن حاجة والناس كلها دماغها في حتة تانية أو الميديا كلها بتتكلم في حاجات تانية. فالnews pie أو الcontent plan دي بتبقى monthly أو quarterly ممكن تتجدد عشان بس الواحد يبقى relevant. مرسي يا سامويل. كان في سؤال تاني بس طلع فوق. How can we start a PR for an idea so customers can think and wait for your product before you start launching? Okay, so you want a teaser. بصي يا عمر, هقول لك بصراحة يعني الناس attention span بتاعها برضو, I think Dalia Zaid was saying this earlier, attention span بتاعها قليل قوي. So don't, ما تديش موضوع التيزر ده أكبر من حجمه عشان it doesn't always work. الناس ما بتركزش, distracted بسرعة قوي, هيشوف التيزر النهاردة هينساه بعد 5 دقايق, ويعني مش هيتحمس ان هو يستنى product unless you have very very loyal customers وفي حاجة بتربط قوية قوي بتربطهم بيك, فبالتالي لو عملت حاجة زي كده هيبقوا قاعدين فعلا مستنين, بس otherwise it's the process drags you might lose them, فمش دايما دي احسن استراتيجي. What is the core difference between marketing and PR? دي قاعدة تانية يا عمر, محتاجة يعني نص ساعة تانيين او اكتر, بس يعني ممكن حاول. Using YouTube could be part of a strategy. Yes. Using any channel could be part of a strategy. التول في الاخر يا محمد او to whoever is asking او التاكتيك اللي هستخدمه ده اخر حاجة بفكر فيها.
يعني هعمل بريس ريليس ولا هطلع في يوتيوب شانل ولا هشتغل مع انفلونسر ولا هطلع في التلفزيون ولا هكتب بلوج بوست. دي كلها تاكتكس بنوصل لها بعد ما نقدر نحدد استراتيجي تارجت اودينس مسج اوبجكتيف. قبل كل ده ما اقدرش احدد التول اللي انا هستخدمها. ف that's basically the logical sequence of how you should think about it. How to start a disruptive tech idea to go global. والله يعني I wish I could help with that, بس I'm not the tech guru here خالص. بس أكيد في يعني Rise Up team might want to help you out with that one. ف I think إن إحنا كده مضطرين wrap up. ولا إيه Rise Up team, we've had 30 minutes بدل 20. I'm good to stay لو الناس عايزة نكمل كلام في الموضوع, بس I think محتاجين نwrap up. We're available, our contacts are with Rise Up. لو أي حد محتاج يتواصل معنا يعني حابين نسمع منكم جدا, we'd love to help. I hope everyone enjoyed this. وكل سنة وانتو طيبين, و good luck في المرحلة اللي جاية for everyone. خلي بالكم من نفسكم, stay safe. بس and enjoy your فطار. Bye.